يمين الولاء. صدر قرار السيد وزير الداخلية بمنح خريجي كلية الشرطة درجة الليسانس في القانون والشرطة وخريجي كليات الحقوق والتربية الرياضية بنظام العامين الدراسيين دبلوم علوم الشرطة مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار. كما صدر قرار سيادته بمنح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين دبلوم علوم الشرطة مع تعيينهم برتبة ملازم أول تحت الاختبار. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صدق الله العظيم. الخريجون الجدد يؤدون اليمين خلف اللواء إبراهيم الرملي كبير معلمي كلية الشرطة. أقسم بالله العظيم. 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 أن أحافظ على النظام الجمهوري. أن أحافظ على النظام الجمهوري. وأن أحترم الدستور والقانون. وأن أحترم الدستور والقانون. وأرعى سلامة الوطن. وأرعى سلامة الوطن. وأؤدي واجبي بالذمة والصدق.